انظروا، الخزان الآن مملوء بالماء، وهذا الماء سيكفينا جميعا حتى يوم غد. شكرا يا سعيد، أنت ذكي. كيف ستوزع الماء علينا يا سعيد؟ الماء كثير وسيكفينا جميعا. أولا قفوا الواحدة بعد الآخر، هيا هيا هيا، سأوزع الماء عليكم جميعا حسب الحاجة، هيا. ماذا تفعل؟ أملأ الدلو ماء. ولكن ليس بهذه الطريقة، أنت الآن تلوث ماء الخزان. ثم من أين أنت؟ نحن لا نعرفك. أنا من الشارع الآخر، سمعت بوجود خزان عندكم فجئت. بهذه الطريقة تطلب الماء؟ تأتي وبدون سلام أو كلام وتريد أن تغرف الماء بهذا الدلو؟ إذا لم يبقى الماء نظيفا لا نستطيع أن نشرب منه. الدلو نظيف. الدلو غير نظيف، أنت الآن تلوث هذا الماء. ها؟ ماذا أفعل الآن؟ إني مستعجل. مستعجل؟ ولماذا تستعجل؟ ستحصل من هذا الماء، ستحصل على الماء. هيا هيا قف وخذ مكانك مع الآخرين، هيا 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 هيا, هيا.